مشاهدينا الكرام، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة جديدة لطلاب الصف الثالث المهني بأنواعه أو بفروعه. ويسرني أن يكون معي في هذه الندوة الحوارية الآنسة أسماء العدوي، المدرسة في تربية دمشق، والأستاذ طالب الطالب، أيضا المدرس في تربية دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طلابنا الأعزاء، نجيب على اتصالاتكم ونرد على استفساراتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. في ندوة سابقة تحدث زملاؤنا عن بعض النصوص الموجودة في كتب الثالث الثانوي المهني التجاري وأيضا بقية الفروع، وسنكمل اليوم بعض النصوص، وإن سمح لنا الوقت سنتناول أكبر قدر ممكن. أنسة أسماء، عندك يعني كما قلت تناول زملاؤنا سابقا بعض النصوص واليوم نكمل، ممكن الآن أن نتحدث عن نص آت أنا للشاعر سميح القاسم، تفضل. أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع الطلبة على امتداد سوريا الحبيبة. النص الذي بين أيدينا اليوم هو آت أنا للشاعر سميح القاسم، يندرج تحت محور الأدب القضية الفلسطينية. هذا الأدب طرح في منهاج الثالث الثانوي عبر أربع قصائد، كما تفضلتم تناول الزملاء سابقا بعض النصوص في هذا المحور، والآن سنكمل. طبعا سميح القاسم هو شاعر فلسطيني من شعراء المقاومة الفلسطينية، نذر عمله ونفسه من أجل القضية، وله أبيات وقصائد في هذا المجال. قصيدة آت أنا سنقرأها ومن ثم نضيء حولها وعليها ما من تدريبات وتطبيقات. تفضل. قم اشهديني صاعدا كالريح من كهف الذليل، قم اشهدي عيني مصباحين في الليل الطويل، قم فإني قادم جيلا على آثار جيلي، رئتي تمج غليلها الدام تبارك من غليلي، ويدي على الرشاش ضاغطة ووجهي في الدخيل، قدمي على الأفعى وثغري بين أزهار الحقول، آت أنا آت يضيء حنين أعوام سبيلي، آت لأحصد حنطتي وأعيد ترتيب الفصول، آت قفي بالباب يا أمي مباركة دخولي. نعم. الشاعر يبدأ أبياته من خلال الطلب من فلسطين أن تنهض كي تشهد ثورته المجيدة، هذه الثورة التي أعلنها بقوة، وكما نلاحظ عندما قال صاعدا كالريح أعلن ثورته بعد سنوات من التشرد والذل، وذلك باستخدامه كلمة كهف. أود أن أشير إلى مسألة الرمز في الشعر الفلسطيني أو أدب القضية الفلسطينية، أن هناك بعض الألفاظ ترمز إلى أشياء محددة، يعني سواء عند سميح القاسم أو بقية القصائد. فمثلا هنا الكهف رمز أو إشارة إلى الذل، والريح رمز إلى الثورة بقوة. فالشاعر في البداية يطلب من فلسطين أن تكون شاهدة على ثورته المجيدة التي أعلنها بعد سنوات من الذل والضياع. قم اشهدي عيني مصباحين في الليل الطويل، أيضا يتابع الشاعر بأنه يريد من فلسطين أن تشاهد نور الثورة الذي يشع من عينيه في درب الكفاح المرير ضد المستعمر الصهيوني. قومي فإني قادم جيلا على آثار جيلي. هنا في هذا البيت الشاعر يذكر بأنه حتما سيأتي إلى فلسطين أو عائد إلى فلسطين، وذلك بفضل الثورة المجيدة المتوارثة من جيل لآخر. بعد ذلك ينتقل الشاعر فيقول رئتي تمج غليلها الدام تبارك من غليلي. الغليل الحقد هو المتعارف عليه أنه شيء مقيت ومرفوض، ولكن عند الشاعر هنا هو شيء مقدس ومبارك لأنه موجه إلى العدو الصهيوني، فضلوعه تقذف حقدا مدمى مبارك مقدس لأنه موجه إلى المغتصب الصهيوني. ويدي على الرشاش ضاغطة ووجهي في الدخيل، ويسعود إلى فلسطين شاهرا سلاحه وكي يتمتع
أو كي يواجه العدو الصهيوني الدخيل هو المستعمر الصهيوني. قدمي على الأفعى وثغري بين أزهار الحقول. كما استفدت أن هناك رمز في أدب القضية الفلسطينية. نعم. أفعى هنا رمز للعدو الصهيوني. هذا الأمر نراه أيضا لدى الشاعر نزار قباني في قصيدة طفل الحجارة عندما قال يرمي حجرا أو حجرين يقطع أفعى إسرائيل إلى نصفين يمضغ لحم الدبابات ويأتينا من غير يدين. إذن هنا أيضا رمز للعدو الصهيوني من خلال نعته بالأفعى. آت أنا آت يضيء حنين أعوام سبيلي. يؤكد الشاعر على العودة إلى فلسطين، والذي سينير درب عودته هو حنينه وشوقه في سنوات التشرد والغياب. آت لأحصد حنطتي وأعيد ترتيب الفصول. الشاعر يشير هنا بأنه سيأتي إلى فلسطين كي يتمتع بخيراتها. ننظر أيضا إلى ياء المتكلم بحنطتي بأن خيرات فلسطين هي للفلسطيني وليس للمغتصب. وعيد ترتيب الفصول قصد بها الشاعر هنا أنه سيعيد زمام الأمور إلى ما كانت عليه، فهو الآمر الناهي في بلده. آت قفي بالباب يا أمي مباركة دخولي. نرى في هذا البيت بأن الشاعر قد نادى وصف فلسطين بأمه، وهذا أيضا نلاحظه في أدب القضية الفلسطينية حيث تتماهى صورة الأم بالوطن أو أحيانا بالحبيبة، صورة الوطن مع الحبيبة كما في قصائد محمود درويش. إذن هذه الأبيات التي ذكرها أو نظمها الشاعر تندرج، ومن الهام جدا أن يدرك هذا الأمر الطالب، تندرج تحت مرحلة أدب القضية الفلسطينية بعد النكبة، لأن لكل مرحلة سمات محددة. نلاحظ بأن سمات الأدب بعد النكبة يعني نستطيع تلخيصها بثلاثة أمور. أولا حتمية العودة، هذا ما نلاحظه عندما يقول قادم آت. فإذا هو يعني مصر ومؤمن بالعودة، ليس العودة ليست يعني ضربا من الخيال أو مجرد آمال، وإنما هي حتمية ومؤكدة. كذلك نلحظ الحنين، لأن بعد النكبة يعني أصبح الشاعر خارج فلسطين، فهو مشتاق ويحن إلى بلده، فنلاحظ يضيء حنين أعوام سبيلي. كذلك أيضا من سمات أدب النكبة أو أدب القضية بعد النكبة هو الكفاح المسلح، لأن الشاعر وهو يعني يمثل اللاجئ الفلسطيني ككل هو مؤمن بأن الطريق الوحيد للعودة إلى فلسطين الكفاح المسلح. نرى ذلك جليا في البيت الخامس عندما قال ويدي على الرشاش ضاغطة ووجهي في الدخيل. إذن هو سيعود إلى فلسطين ثائرا مقاوما كي يحررها بفضل ثورته. نعم، شكرا لك أنسة أسماء. يعني بعد ما ذكرتي أو أضأتي على هذا النص من ناحية البنية الفكرية ومعاني هذه الأبيات، أنتقل لك أستاذ طالب، يعني ننتقل من التجاري إلى بقية الفروع الأخرى في المهني. أستاذ طالب، أيضا تحدث زملاؤنا سابقا عن بعض النصوص، يعني حبذا أستاذ طالب أن تضيء لنا عن هذه النصوص ونصل إلى نص زمان الوصل للشاعر لسان الدين الخطيب، تفضل. أشكر لك دكتور أستاذ موفقك، وأرحب بأبنائنا الطلاب. النص الذي بين أيدينا هو نص زمان الوصل للشاعر الأندلسي لسان الدين من الخطيب، والنص الذي بين أيدينا يختلف بعض الاختلاف عما درسناه من نصوص سابقة، ذلك أنه ينتمي إلى فن الموشحات الأندلسية التي نشأت واشتهرت في الأندلس، تعد يعني حلقة في سلسلة طويلة من نواحي تجديد القصيدة العربية، وأهم ما يتميز به الموشح وتنوع القوافي وتغيير شكل القصيدة. النص في وصف طبيعة الأندلس والحنين ذاك الزمان الجميل، والمعروف أن الأندلس ذات طبيعة خلابة سحرت ألباب الشعراء ويعني استثارت عواطفهم، فجادوا بأجمل القصائد، ومن هذه القصيدة التي تعد يعني من عيون الشعر في الأندلس والشعر في ذلك
العصر، أقرأ الأبيات أولا وأجتزئ بعض الأبيات لأن النص طويل. نعم، ليس بالضرورة أن نقرأ أبيات جميعا. تمام، سأجتزئ بعض الأبيات. يقول الشاعر في مقدمة النص: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، تنقل الخطو على ما يرسم زمرا بين فرادى وثنى، مثل ما يدعو الوفود الموسم، والحياة قد جلل الروض سنى، فثغور الزهر منه تبسم. وروى النعمان عن ماء السماء، كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما، تزدهي منه بأبهى ملبسي. سأكتفي بهذه الأبيات وسأسلط بعض الضوء على معاني هذه الأبيات وبنيتها الفكرية. يبدأ الشاعر بالدعاء بالسقيا والرحمة لتلك الأيام الجميلة التي قضاها في ربوع الأندلس، فيقول: جادك الغيث والغيث المطر، أي يدعو بالسقيا لهذا الزمن الجميل الذي قضاه في ربوع الأندلس. ثم ينتقل للتعبير عن جمال هذا الزمن وحنينه إليه، فيقول: كان هذا الزمن كالحلم، أي أنه مر سريعا جميلا لم يشعر به، وكأنه اختلسه خلسة من عين الزمن. ثم إن هذه الأيام الجميلة قد تحققت فيها أمنيات الشاعر كلها، إذ يقود دهر أشتات المنى، تحققت جميع أمنيات الشاعر، تنقل الخطو على ما وكأنها جاءت كما رسم لها أو خطط لها يعني مسبقا. زمرا بين فراد وثنى، جاءت هذه الأمنيات يعني أفراد وجماعات وتحققت وكانت يعني بشكل كبير. الآن في البيت التالي يقول: والحياة قد جلل الروضة سنى، فثغور الزهر منه تبتسم. الآن آثار الأمطار قد روت الأرض، وبالتالي اكتست الطبيعة ثوبا جميلا من الأزهار التي راحت يعني من شدة جمالها وكأنها تبتسم للطبيعة وللمطر وللربيع، وراح يعني الأزهار يعني وكأنها تعبير عن صنعة الخالق. روى النعمان عن ماء السماء، النعمان هي شقائق النعمان، وماء السماء المطر، وكأنها في نوع من التورية كذلك، أن النعمان هو الملك النعمان، كيف يروي عن المنذر بماء السماء، كيف يروي مالك عن يعني أنس، الرواية من رواية من شخص إلى آخر، نقل الخبر أو الحديث أو نقل المعلومات من شخص إلى آخر، يسمى رواية. وكأن يعني الأزهار تروي يعني حكاية هذا المطر، تروي إبداع الخالق في الطبيعة وما أحدثه المطر من جمال، حيث تفتحت الأزهار على اختلاف ألوانها، فهي حينا باسمة وحينا يعني ملونة إلى آخره. فكساه الحسن، كسى الطبيعة وكسى الأندلس، وكسى ثوبا معلما أي ملونا، ثوبا جميلا، وهو ثوب من الأزهار التي خلفتها الأمطار في هذه الطبيعة. تزدي منه بأبهى ملبسي، يعني ترتدي أجمل الملابس والثياب. وهنا لا يفوتنا الحديث كما أسلفت أن طبيعة الأندلس هي باعثة على ما أبدعه الشعراء، وجاءت الكثير من القصائد في المشاعر الأندلسية في وصف الطبيعة والحنين إليها، ثم إلى الغزل في إطار تلك الطبيعة الجميلة التي أثارت كما قلت كوامن الشعراء وأجمل ما لديهم من أشعار. هذا النص فيه مجموعة من الأفكار، وهي تدور حول يعني فكرة عامة واحدة، وهي جمال الطبيعة في الأندلس يعني وحنين الشعر إلى تلك الحقبة. أستاذ طالب، بعد إذنك يعني أنا أتمنى أن تضيء على بقية الفكر الأخرى، الفكر الرئيسة الأخرى، حتى لا يظن الطالب أن المطلوب هو فقط لا ما قرأت أستاذ، ولكن نحن حفاظا على الوقت اكتفينا بالمقطع الأول، ولو بعجالة أن تضيء على معاني هذه الفكر. أستاذ طالب، في المقطع الثاني حقيقة ينتقل الشاعر إلى فكرة أخرى غير وصف الطبيعة كما تفضلت، وهي فكرة اللقاء الجميل بين يعني الندماء والجلساء والشعر ومن يحب. يقول: في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر، والغرر وجوه كالشمس، يعني كانوا يجتمعون في ليالي الأندلس الجميلة المقمرة التي يعني كتمت سر حبهم، فلم يظهر للناس لولا وضاء تلك الوجوه. وهذا يعني من باب من حسن التعليل، فالبلاغ جميل هو حسن التعليل، وهو أن يأتي بسبب قد يكون غير منطقي، يعني الظلام يعني أرخى سدوله عليهم، لكن ما فضحهم هو وجوههم الوضيئة التي بددت ظلمة، يعني كأن الآن أمام لوحة فنية جميلة. لو انطلقنا إلى يعني الجانب الفني والجمالي في طبيعة في جمال الأندلس أو في طبيعة جمال النص، لوجدنا في شيء الكثير من نابع الجمال في هذا النص بأنواعه المختلفة. ما لا نجم الكأس
فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثري. يعني راح الجلساء الندماء المحبون راحوا يتناقلون كؤوس الهوى تنتقل من يد إلى يد مخلفة أفضل أثر في نفوسهم من فرح وسعادة وغير ذلك. وطر وهو حاجة هدف قضاه ما فيه عيب سوى أنه مر كلمح البصر، وهذا كذلك يعني من قبيل المدح عن طريق الذم. وطر يعني هدف حققناه لا عيب فيه إلا أنه مر سريعا، وهذا ليس عيب. نعم. كما قال النادي يعبر عن السعادة، يعني لحظات السعادة دائما تمر بسرعة. تماما. ليل العاشقين إن كانوا يعانون فهو طويل، وإن كان يعني العاشق ينعم بصحبة من يحب فالليل قصير يمر سريعا. إذن العيب الوحيد أنه مر سريعا، ولكن لا عيب فيه سوى ذلك. حين لذ النوم منا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس، إذن يعني باغتهم النوم قبيل الفجر في ساعات الفجر الأولى بعد ليل طويل عامر يعني المجالسة والأحاديث الجميلة، امتد بهم هذا السهر حتى يعني ساعات الفجر الأولى دون أن يشعروا بذلك الوقت الجميل. غارة الشهب بنا أو ربما أثرت في عيون النرجس، يعني بدأت النجوم تختفي، واختفاء النجوم يكون في آخر الليل، يعني بدأ هذا يعني تأكيد على المعنى السابق أن تلك النجوم أو الشهب بدأت تختفي وبدأ النعس أو الوسن يعني يداهم عيونهم. إذن هنا الفكرة بهذا المقطع، كان المقطع الأول الحديث عن جمال طبيعة أندلس، هنا عن اللقاءات في تلك الطبيعة الجميلة. واللقاء لقاء الشاعر بمن يحب هو لقاء جميل أن يكون، فكيف إن كان في إطار تلك الطبيعة الجميلة التي سحرت الشاعر. ثم يقول في المقطع التالي: إن يكون جار وخاب الأمل ففؤاد الصب بالشوق يذوب، يعني إن خاب أملنا انتهى الليل فما زالت قلوبنا عامرة بالشوق انتظارا للقاءات قادمة مع من نحب. فهو للنفس حبيب أول، ليس في الحب لمحبوب ذنوب. هذا اللقاء وهذا الشوق هو أهم ما يحبه الشاعر، يحب المحب، وهو يعني ليس في الحب لمحبوب ذنوبه أمر يعني مشروع في لغة الشعر ولغة المحبين. أمره معتمل ممتثل في ضلوع قد براه وقلوب، يعني أمر الحب مستجاب عند الشعر وعند المحبين، يفعل ما يشاء بهم فهم يعني لا يستطيعون إلا السمع والطاعة تلبية لنداء الهوى. في ضلوع قد براه وقلوب، براء شفها يعني أضناها الشوق والقلوب، إذن هم يستجيبون لنداء الهوى دون تردد. وهل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنسي مكان، يعني يأوي إليه الوحوش، يعني جلسوا وهذا الظبي جلس في حمى لكن قد حمى قلب صب حله، جلسوا في مكان لكنهم تناسوا أن هذا المكان مصان وكأنه تحرسه يعني الوحوش أو فلم يشعروا بالخوف أو إيه. فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبوس، قلب المحب يقول في تقلب بين خفق ويعني اشتعال وانطفاء مثلما تلعب الرياح بالقبس من شعلة النار، إذا هبت الرياح انطفأت أو يعني خفتت هذه الشعلة، وإن سكت النار تأججت، وهكذا قلب المحب بين تأجج في الشوق والحب وبين انطفاء لحظة اللقاء بمن يحب. نعم. إذن شكرا لك أستاذ طالب، يعني بعدما تحدثت عن المعاني الموجودة في هذه الأبيات نلاحظ أن الثقافة التي انعكست من خلال هذه القصيدة اللي هي ثقافة تاريخية دينية، وأيضا تحدث عن زمان الوصل بالأندلس الجميلة وبين لنا طبيعة جمال الأندلس، كما قلنا كأننا أمام لوحة جميلة تبين فيها كل ما تحدثنا عنه في هذه القصيدة. سنعود لك أستاذ طالب بعد قليل، ولكن الآن عندك أنسة أسماء، نعود يعني لتحدثينا عن بعض المهارات الموجودة أو التطبيقات الموجودة في أي نص، وكما نعرف أن مهارات اللغة العربية هي مهارات تراكمية لدى طلابنا، ربما لا يكون في كتاب التجاري بعض دروس القواعد، ولكن نحن نطبق بعض القواعديات وبعض الإملاء على هذه النصوص. تفضلي أنسة أسماء.
سنتناول الجانب الفني ومن ثم التطبيقات. الجانب الفني نلحظ بأن العاطفة لدى الشاعر طبعا هي عاطفة وطنية متوهجة صادقة ثائرة. المشاعر العاطفية هي مشاعر متنوعة، في البيت الأول مشاعر غضب وكيف لا وهو الثائر من أجل استرجاع وطنه المغتصب، كذلك نلحظ مشاعر الأمل بالعودة عندما يقول قادم وآت، كذلك مشاعر الحنين للوطن عندما يقول يضيء حنين أعوام سبيلي، أيضا هناك مشاعر الكره للمستعمر الصهيوني عندما رمز لإسرائيل بالأفعى، وفي البيت الأخير نلاحظ يعني مشاعر الحب بدت جلية عندما نعت أو نادى فلسطين بأمه. بالنسبة للصور والتشابه أيضا مشاعر أمل، قلنا مشاعر في أمل، مشاعر أمل نعم قلت ذلك في عندما قال آتن وقادم مشاعر أمل بالعودة إلى فلسطين. بالنسبة للصور والتشابه جاءت الصور واضحة خدمت المعنى، ففي البيت الأول شبه نفسه بالريح للدلالة على أن ثورته قوية لا يعيق أو لا يقف أمامها أي عائق، وشبه عينيه بمصباحين يشع منهما نور الثورة كي يضيء درب كفاحه المرير. أيضا شبه إسرائيل بالأفعى التي تبث سمومها في الوطن، ونلاحظ أنه اعتمد أيضا التجسيد، فهو يجسد الغليل بشيء يقذف ومدمى، كما أنه جسد الحنين بنور يضيء، وأيضا جسد كذلك الفصول فقال أعيد ترتيب الفصول كأن الفصول شيء يرتب. وبذلك كان يعني أجاد في هذا الجانب. بالنسبة للمحسنات البديعية لا نلحظ وجود محسنات بديعية في هذا النص، ربما لأن الشاعر لا يريد أن يعني يبرز مهارته اللفظية، وإنما هو يريد أن ينقل لنا تجربته الشعورية والانفعالية، فهو وهذا ما يبرر النزعة الخطابية لديه، لأن الشاعر منفعل غاضب. وهذا سؤال أيضا يعني وارد في النص، النزعة الخطابية، تعليل النزعة الخطابية لدى الشاعر وأمثلة على ذلك. النزعة الخطابية لأن الشاعر منفعل، لعل ذلك أيضا سمة من سمات الشاعر سميح القاسم، حتى في أمسياته الشعرية كان ينفعل وهو يتحدث عن فلسطين. أمثلة على النزعة الخطابية: قومي، اشهدي، اشهديني، قفي. قلنا إذن أنه منفعل وغاضب وكيف لا وهو قد عاش سنوات الاحتلال وسجن مرارا وعمل في يعني الجانب الوطني أو في العمل الوطني لسنوات طويلة قبل وفاته. نعم أنسة أسماء، إذن الشاعر سميح القاسم يتحدث عن قضية قومية، وحضرتك تحدثت عن القيمة الجمالية الموجودة في هذه الأبيات. سأنتقل للأستاذ طالب، ربما يعني القواعديات والأمليات تكون متشابهة بين الجميع. أستاذ طالب لو سمحت، يعني ما تريد أن تتحدث عنه من قواعديات؟ تمام، هناك القواعد وأمور أخرى لها علاقة يعني جملة من المهارات والمعارف، يعني المهارات التي يستفاد منها طالب الثالث الثانوي المهني والتي تندرج على كل أبيات النص، من مثل مثلا ما يسأل الطالب عن بعض الأسئلة التي تعنى بالفهم التفصيلي للأبيات، فقد يسأل يعني وتكون الإجابة من ضمن النص لكنها تعنى بفهم البيت، كأن يسأل مثلا بما وصف الشاعر زمان وصل ويحدد في البيت الفلاني، أو هذه مظهرين مظاهر جمال الطبيعة، والإجابات تكون يعني تابعة لفهم النص وشرح الأبيات. من المهارات كذلك سمات الألفاظ في النص والشعر كما نعلم في وصف الطبيعة وفي الشعر الغزل، لذلك يعني يغلب على الألفاظ سمة الرقة في الألفاظ، رقيقة لينة من مثل همى ومثل يعني الحياة وسنة وغيرها من هذه الألفاظ، وحلمة والمنى والحسن إلى آخره، وهي ألفاظ سهلة الروض وكسى، إضافة إلى أنها مناسبة للمعنى مثل الحسن وتزدهي وأبهى وملبس وغيرها.
أما بالنسبة للعاطفة، العاطفة ذاتية وجدانية، الشاعر يعبر عن مشاعره الخاصة في إطار الطبيعة، وتنوعت المشاعر بين إعجاب وحنين وشوق وفرح. فنرى في البيت الأول يستخدم الحنين بالدعاء إلى السقيا ويترحم على تلك الأيام السابقة، نرى في البيت الثاني الشوق إلى تلك الأيام فهي كانت كالحلم، ثم الفرح بهذه الأيام وتحقق الأمنيات فيها زمرا وفرادا، وثم الإعجاب بجمال الطبيعة عندما يقول ثغور زهر تبتسم، نعمان يروي عن ماء السماء كساه الحسن ثوبا معلما، وهي من يعني أدوات التعبير، وإن كان طلاب الثلاثة غير مطالبين بأدوات تعبير عن الشعور العاطفي، إنما يكتفى فقط حتى بتسمية لو الشعور. لم يكن مطالبا أستاذ طالب، يعني من خلال الألفاظ أو تراكيب أو صورة، يعني نعم للوصول إلى الشعور الصحيح. تمام. فمن خلال هذه الأدوات سواء الألفاظ أو التراكيب أو المعاني أو صور، يستطيع الطالب أن يصل إلى الشعور يعني هو العاطفي. يعني قد تناولها في المرحلة التعليم الأساسي. تمام صحيح. ثم بعد المشاعر العاطفية والألفاظ أنتقل إلى شيء من القواعد. لدينا قسم خاص في هذا الاختصاص عن القواعد، منها الأفعال الخمسة والمبني والمعرب وجزم الفعل المضارع ونصبه وغيرها، والتوابع التوكيد والبدل والنعت والعطف. أستخرج مثلا بعض الأسماء المعربة أو المبنية، فقد يسأل الطالب يعني هات اسما معربا وآخر مبنيا أو فعلا معربا وآخر يعني مبنيا. كيف يميز بين الاسم المبني والاسم المعرب؟ معلوم لدى الطالب أن الاسم المبني هو الاسم الذي يعني يلزم آخره حركة واحدة، أما المعرب هو الذي تتغير حركته بتغير موقعه في الكلام. فعندما يقول مثلا يقود الدهر، فالدهر هنا فاعل تغير. نعم. لكن عندما أقول مثلا أفنيت الدهر صارت تقول به. نعم. عشت في دهر صارت. إذن عندما تتغير حركة آخر الكلمة فهي معربة، وإن لزمت حالة واحدة فهي مبنية. والأشهر الأسماء المبنية اسم الإشارة والاسم الموصول. نعم. والشرط والاستفهام وأسماء الأفعال وغيرها. فإذا يبحث الطالب عن، إذا طلب منه اسم مبني يبحث عن اسم هذه الأسماء. لدينا هنا ضمير، هو كلمة يعني ضمير، هو فهو في حر وخفق مثل ما هو ضمير، والضمائر مبنية. أستاذ طالب يعني اسمح لي أنا أقدم فضل. مثال يعني عن الاسم المبني، مثلا ذكرت أسماء الإشارة وأسماء الموصلة، يعني أنا عندما أقول جاء الذي أعرفه، شاهدت الذي أعرفه، سلمت على الذي أعرفه، يعني لاحظ أنه تغير الموقع الإعرابي ولكن الحركي لم تتغير. صحيح. نعم. هذا بالنسبة لي. أما الأفعال، فالأفعال المبنية هي الأفعال الماضية، كذلك تلزم حالة واحدة. نعم. الفعل الماضي مبني إن لم يتصل به شيء وبني هذا إن صار في ضمائر معينة، فعل الأمر كذلك مبني على السكون في الغالب إلا إن نعم. طرأت عليه بعض العلامات الفرعية كحذف حرف العلة وحذف النون وغيرها. نعم. فالفعل الماضي والفعل الأمر أفعال مبنية. مبنية دائما. فإن نعم. سئل الطالب عن فعل مبني فليبحث عن فعل ماض أو عن فعل أمر أو الفعل المضارع في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة فهي تبني على السكون، أو اتصلت بإحدى نوني التوكيد فهي تبنيه على الفتح. نعم. المعرب الفعل المضارع فقط، المعرب يعني المرفوع المنصوب المجزوم، فأقول ينقل الخطوة، ينقل فعل مضارع مرفوع، لو قال نعم. لن ينقل صار مجزوما، لن ينقل صار منصوبا. نعم. إذن تغيرت حركة آخر الفعل بتغير العامل فيه. نعم. نعم. فهذا فعل. إذن المعرب من الأفعال هو المضارع والمبني الماضي والأمر مع المضارع المتصل به بعض الضمائر أو الأحرف. فنجد مثلا كما قلت في الأسماء هو مبني، أما المعرفة كثيرة الغيث ووصلك وحلما وإلى غير ذلك. أما الأفعال فلدينا أفعال ماضية يعني مبنية كثيرا، جادك هما كتمت إلى آخره. أما المبني فهو كما قلت الماضي والأمر وغيرها. انتقلنا إلى يعني شيء من التطبيقات الأخرى، نجد هناك بعض التطبيقات الأخرى كأحرف العطف مثلا ودلالة هذه الأحرف. فحرف العطف في اللغة مثلا يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه دون التقييد في يعني التوابع الزمن. يعني الآن بالتوابع. التوابع. التوابع. نعم. ما يسأل عن قد يقول هات تابعا واذكر نوعه. نعم. فيعطي العطف، يعطي التوكيد، يعطي النعت أو غيرها، أو يطلب مثلا يعني اسما حرف عطف وما دلالته. نعم. تمام. فلكل حرف عطف دلالة أو نعتا واذكر بعض أوجه التطابق بينهما. نعم. كالتعريف والتنكيل، إفراد وتثنية أو أكد. أو أكد تماما. نعم. أكد ما تحته خط توكيدا لفظيا أو معنويا، وهذا. نعم. وارد كذلك. إضافة إلى البدل، تحديد نوع البدل، وطلب منهم البدل كل من كل وبعض كل والاشتباه كل أنواع. نعم. البدل طلب. كذلك نجد بعض هذه التطبيقات زمرا بين فرادة وثنى، فلدينا هنا حرف العطف، قد يقول له أكد ما تحته خط، يقول جادك الغيث توكيدا معنويا
فيقول أغيث نفسه أو كله أو نعم. جميعه إلى آخره، مع ضبط التوكيد وبشرط أن يتصل به ضمير يعود على المؤكد ومطالب بالحركة التي تكون قبل الضمير، قبل الضمير تمام. نعم. إذا قال جادك الغيث نفسه فالحركة على السين جميعه على العين وكذا. نعم. أما التوكيد اللفظي فهو تكرار الكلمة المطلوب توكيده، فيقول جادك الغيث والغيث فهذا توكيد نعم. لفظي، وإن قال جادك الغيث كله فهذا توكيد معنوي. وإن طلب البدل غالبا البدل ما يأتي في سؤال مستقل، لأن النص قد لا يتضمن يعني كافة هذه نعم. المهارات. هذه بعض الأبيات. لدينا بعض الأفعال المرفوعة أريحك قليلا أستاذ طالب ونعود لك بعد قليل. أنس أسمع عندك الآن، يعني الأستاذ طالب تحدث ربما بكتاب المهني النسوي والصناعي، ربما هناك بعض دروس القواعد، ولكن في التجاري كما نعلم لا يوجد دروس مخصصة للقواعد. ما المهارات الأكثر التي يسأل عنها طالب التجاري والتي يمكن أن ترد عنده في دورات امتحانية أو يسأل عنها بشكل دائم، يعني التي يستفاد منها أكثر؟ طبعا لا يوجد دروس مستقلة للقواعد، ولكن هو مطالب، لأن نعم. القواعد عملية تراكمية وقد أخذ في سنوات سابقة الكثير من يعني كل ما أخذه سابقا هو مطالب به هو الآن مطالب به نعم. ليس بالضرورة أن يكون رقميا أم صرفيا نعم. أيضا لدينا في إذا أردنا أن نطبق يعني بشكل عام انطلاقا من هذه الأبيات، ربما تطبقين على النص الذي تناولناه وربما بعض الأمثلة التي يستفاد منها طالبنا وهو جالس الآن يعني يشاهدنا. من الناحية الصرفية نجد طبعا لابد أن يميز الطالب بين جامد ذات وجامد معنى. نعم. نقول جامد ذات هو الذي يدرك بإحدى الحواس، والاسم الجامد الذي والاسم الجامد هو الذي لا يؤخذ من غيره. نعم. فهو يدرك بإحدى الحواس الخمس، هذا جامد ذات. أما جامد المعنى هو الذي يدرك بالعقل. كما قلت دكتور، بما أنه لا يوجد يعني دروس حية في الثالث الثانوي، فنحن يعني مطالبين بالتذكير الدائم. هذا ما أقصده الآن، يعني أن نوضح له، ليس فقط أن نطبق على نفسه ولكن نوضح له، يعني ذكرت الآن الاسم الجامد ذات والمعنى، يعني نوضح له ما معنى ذات وما معنى المعنى أو كيف يستخرج الذات وكيف يستخرج المعنى. تفضل. إذا جامد الذات هو الذي يدرك، أولا هو جامد نعم. ويدرك بحواس الخمس، مثل لدينا هنا ريح، عين، أفعى، حنطة يعني نعم. قمح. جامد المعنى هو الذي يدرك بالعقل، ليس له هيئة أو ذات تدرك بالحواس، مثل غليل، حنين نعم. ترتيب، دخول. نلاحظ أن جامد المعنى له علاقة بالمصدر والمشاعر نعم. المشتقات أيضا نذكر الطالب بأن هناك أنواع عدة للمشتقات: اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، مبالغة، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، واسم التفضيل نعم. في هذه القصيدة نلاحظ اسم الفاعل ورد في أكثر من بيت: صاعد، قادم. أنس أسماء، أنا أريد أن نبين للطالب كيف يستخرج هذه المشتقات، يعني على سبيل المثال اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني نقول مثلا من الثلاثي على وزن فاعل، من فوق الثلاثي إبداء الياء المضارع، ميم مضمومة وكسر ما قبل آخر، هذا ما أريد أن أؤكد عليه، ومن ثم نعطي بعض الأمثلة على ذلك إذا صحيح. وجدت بالنص أو أمثلة خارجية صحيح. بالنسبة لاسم الفاعل فهو من فعل ثلاثي وفوق الثلاثي نعم. الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل مثل صاعد نعم. قادم آتن. الفعل فوق الثلاثي يصاغ بإبدال حرف المضارع ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر مثل مباركة في هذه الأبيات. من الفعل باركة، باركة فوق يبارك الثلاثي لأنه مبارك فاعل نعم. أجل باركة يبارك مباركة نعم. طبعا التاء المربوطة أو إن كان ممكن أحيانا أن يأتي المشتق بصيغة المثنى أو الجمع، يعني هذه الملحقات نحذفها في أثناء يعني يرد إلى المفرد نعم. المباركة أنه ممكن نحذف التاء المربوطة أنه مبارك، لأنه دائما نحن نقول حتى هذه الكلمة يعني كان لها إشكال في الصف عندما أعطيت هذه القصيدة، بأن الاسم يعني الحرف قبل الأخير مكسور، فهم ظنوا بأنه حرف الكاف لا نعم. هو حرف الراء، لأن التاء المربوطة يعني
لا نأخذها بالحسبان. كذلك اسم الآلة، اسم الآلة اسم يدل على آلة حدوث الفعل، له أوزان يعني كثيرة، أشهرها مثلا مفعال، يعني الأوزان التي تدل على آلية حدوث الفعل. نعم. لدينا في نصنا مصباح هو على وزن مفعال، ورشاش على وزن فعال. أيضا الصفة المشبهة، الصفة المشبهة تدل على صفة ثابتة في الموصوف لها أوزان كثيرة. دائما أنا أقول للطالب يجب حفظ مثال، لأنه خاصة بالصفة المشبهة لها أوزان كثيرة كي لا يضيع الطالب، يعني أقرن كل، يعني تقصدين يحفظ بعض الكلمات مثال ويقيس الوزن على هذه الكلمات. هذا بالضبط، يعني عندما أقول مثلا بطل فعل، فعل تمام، كريم فعيل، نضعها في جملة متواصلة. نعم. مثلا لدينا هنا ذليل، دخيل على وزن فعيل، صفة مشبهة. بالنسبة لي إن أردنا أن نطبق بالنسبة للهمزة، وطبعا أنواع الهمزة لدينا همزة وصل، همزة أولية سواء كان وسط أو قطع. همزة الوصل هي التي لا تكتب عليها همزة، سواء كان يعني فوق الهمزة. همزة الوصل؟ همزة الوصل لا تكتب همزة سواء فقط. نعم. ألف. قصدك تكتب ولا تلفظ؟ لا تكتب الهمزة. قصدك فقط. كإشارة. كإشارة. نعم. نعم. عين صغيرة حتى لا يفهم طالبنا الأمر بالهمزة. تكتب ألفا يعني. نعم. لا تكتب فقط. هذه اسمها همزة. نعم. همزة الوصل. نعم. نعم. لأن الطالب يخطئ بين الألف والهمزة، يعني هو اسمها همزة، ولكن أنت تقصدين حرف العين الصغير الذي يكتب بهمزة القطع إذا كان الحرف مفتوحا أو مضموما أو من أسفل الحرف إذا كان مكسورا. نعم. همزة الوصل طبعا هي همزة أولية، تكتب في الأسماء، في أسماء عشرة، ابن، ابنة، اسم، اثنان، اثنتان. أيضا لدينا بعض يعني الألفاظ التي غير يعني مكررة أو متواردة، مثل أيمن الله وأيمن. نعم. الله وابنه. أيضا تأتي همزة الوصل في الأفعال، في الأمر الثلاثي، اكتب، اجلس، في امر وماضي ومصدر، الخماسي والسداسي، استقبل، استقبل، استقبال. يعني اسمحي لي ان الخص آنسة اسماء بالنسبه للهمزه، نقول الهمزه الاوليه همزه قطع وهمزه وصل. همزه القطع تكون في ماضي الرباعي وامره ومصدره، وايضا همزه المضارعه. اما بالنسبه لهمزه الوصل التي ذكرتيها تكون على شكل الألف، يعني بدون حرف العين من الأعلى أو الأسفل. نعم. تكتب في الأمر الفعل الثلاثي، وأيضا ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما. نعم. نعم. إذا أردنا أيضا بالإملاء القاعدي، تعليل التاء. التاء تأتي مربوطة وتأتي مبسوطة. تأتي مربوطة فقط في الأسماء. نعم. لها مواضع في الاسم المفرد المؤنث، مثل. نعم. مباركة هنا. أيضا تأتي في جمع التكسير الذي لم ينتهي مفرده بتاء مبسوطة، مثل قضاة، رعاة. نعم. أبات إلى آخره. أما وتأتي في الظرف ثمتة. أما بالنسبة للتاء المبسوطة تأتي في الأسماء وفي الأفعال. في الأسماء في جمع المؤنث السالم. نعم. فراشات، طالبات. في جمع التكسير الذي انتهى مفرده بتاء مبسوطة، مثل أوقات مفردها وقت، أبيات مفردها بيت. بالإضافة إلى بالاسم الثلاثي الساكن الوسط، مثل وقت، زيت، سبت. نعم. وبالنسبة للأسماء بالأفعال تأتي التاء مبسوطة إذا جاءت تاء متحركة. رفقا بك أعود إلى الأستاذ طالب. أكمل أستاذ طالب لو سمحت، يعني بما لديك أيضا من تطبيقات سواء كانت في النص أو ربما تطبيقات أخرى. أكمل ما بدأته الزميلة في الإملاء. لدينا. نعم. مما لم يذكر الألف اللينة في أواخر الأسماء. نعم. والأفعال، ولها يعني قسمان، نأخذ الأسماء والأفعال الثلاثية والأسماء والأفعال فوق الثلاثية. نعم. يعني رباعي خماسي سداسي. ففي الأفعال والأسماء الثلاثية تكون الألف إما مقصورة على شكل ياء غير منقوطة أو قائمة ممدودة. نعم. تمام. فإن كانت مقصورة فتعلل بأنها ثالثة أصلها ياء، مثل. نعم. عندي هما وروى وإلى آخره. نعم. وإن كانت ممدودة
أو قائمة فتعلي بأنها ثالثة أصلها واو مثل دنا مثل دنا عندهم كلمة الحياة نعم. حياة حياة وأصلها نعم. وهما روى يروي روايا نعم. وما أعرف الأصل الفعل ما أعرف أصل الألف طبعا يعرف الرجوع أصلا بالرجوع إلى المضارع والمضارع أو المضارع نعم. والمصدر أحيانا نعم. أو يتصل بها ضمير متكلم روى رويت نعم. تمام بينما دنا دنوت فأصل نعم. يعرف الألف. يعني أنا أريد أن أؤكد على هذه ما تذكره أستاذ طالب يعني ربما الطالب المهني يعني ربما يعني كمنهاج يستفاد مما تقول تمام. كثيرا يعني أنه كيف يستطيع أن يميز تمييز لا أن يميز بين الألف الممدودة والألف المقصورة كما تفضلت تمام. وذكرت تمام. الآن الألف كانت الكلمة فوق ثلاثية نعم. يعني رباعي خماسي سداسي فالألف كذلك لها حالتان إما أن تكون قائمة أي ممدودة إذا نعم. سبقت بها مثل دنيا مثل المرايا مثل الاسم العلم يحيى وتكون مقصورة إن لم تسبق بها مثل أعطى كفعل مثل مشفى كاسم أو ملتقى نعم. أو غيرها فقط أريد أن أذكر يعني أو أؤكد أيضا كيف يجيب الطالب يعني حتى ينال الدرجة يعني ربما بعضهم يقول فوق الثالث فوق الثالثة يعني يجب أن يذكر يقول فوق الثالثة سبقت بها أو فوق الثالثة لم تسبق الدرجة بها في نعم. هذه الحالة نعم. لابد أن في الحالتين الثالثة أو غير لابد أن يذكر عدد الحروف نعم. ثالثة أو فوق هذا الثالثة. ما أما الثالثة أصلها يا نعم. أواو فوق الثالثة سبقت بها أو لم تسبق بها وهذا نركز عليه للطلاب نعم. لأن الدرجة تقسم يعني إلى جزئيتين إن ذكر عدد الحروف أو لم يذكر فهذا يعني يحسب في سلم نعم. التصحيح لدينا المعجم يسأل الطلاب كثيرا عن الكشف في المعجم فيعطى كلمة ويطلب إليه البحث عن معنى هذه الكلمة في المعجم قبل أن نبحث في المعجم أستاذ صالح يعني نريد أن نؤكد على حفظ الحروف حفظ الحروف يعني. بترتيبها الصحيح حتى يستطيع أن يبحث تمام. في المعجم ليس من المعقول أن يبحث في عن كلمة من الكلمات والطالب لم يتذكر ترتيب هذه الحروف لاحظ ذلك عند بعض الطلاب نعم. تقول ماذا كلمة أشتات فرضا يقول مجرد صبح شتة شتتة إلى آخره الشين يبدأ ألف باء تاء ثاء جيم حتى يصل إلى حرف نعم. الشين ليرى أنه إن كان طبعا في ترتيب أو غير ذلك فإذا الكلمة وطبعا الترتيب حفظ الأحرف يفيدنا نعم. في ترتيب الكلمات تمام. حسب ورودها نعم. في أما البحث يعني قد لا يحتاج كثيرا إلى حفظ الآن في الكشف عن المعجم لدينا نوعان من المعجمات وما يقضي أول كلمات أستاذ صالح فقط أنا أريد أن أعقب يعني ربما حتى لو كان مهني وحتى لو أصبح مهندسا أو أي مهنة من المهن يعني ربما في لحظة من اللحظات يبحث في معجم فيجب أن صحيح. يمتلك هذه صحيح. المهارة صحيح. نعم صحيح إذن في الأفعال في المعجمات التي تأخذ بأوائل كلمات يبحث الطالب في حسب ترتيب الهجاء للحرف الأول نعم. وفي أواخر الكلمات يبحث في الترتيب الهجائي كذلك الألفبائي لكن بالنسبة للحرف الأخير وفي كلا المعجمين لابد من تجريد الكلمة من حروف الزيادة وإن كان هناك ألف ردت إلى أصلها وإن كان هناك تضعيف فكة وإلى آخر حتى نصل إلى جذر ثلاثي غالبا أو رباعي أحيانا مثل إذا كان الفعل رباعي نعم رباعي أما الغالب فهو فقلت مثلا معلما كلمة معلما لو جردها تصبح من الفعل أو جذر علما عندي أذن عين لام ميم تمام نعم. لابد أن يعني يضع الطالب الجذر علما ثم يضع باب الحرف الأول مع مراعاة تسلسل الحرفين الثاني والثالث الآن قد يخطئ الطلاب فيقول نجردهم من أحرف الزيادة ويكتفي ثم يقول نبحث عنها في باب الحرف الأول والثاني ثم الثالث فعندي أذن لا ينال شيئا نعم. يجب الصفر. أن يذكر الجذر إما أن يذكر الجذر وعند ذلك يقول الحرف الأول والثاني والثالث إن الجذر معلوم نعم أو إن لم يذكر الجذر يحدد الحرف يقول حرف العين مع تسلسل مع باب مثلا علم باب العين مع تسلسل مراعاة اللام فالميم فالميم نعم فإذا إما أن يسمي الجذر أو أن يسمي الأحرف نعم. بالنسبة للمعجمات تأخذ بأواخر الكلمات باب الحرف الأخير فصل الحرف الأول أول. مع مراعاة الحرف الأوسط فعلم باب الميم وهو الحرف الأخير مع مراعاة العين باب الحرف الأخير فصل الأول العين نعم. مع تسلسل أو مراعاة الأوسط نعم. هذا بالنسبة للمعجمات لدينا أحيانا قد نسأل من ضمن الإملاء الهمزات المتوسطة والمتطرفة فالمتوسطة نعم. التي تأتي في وسط الكلمة فالهمزة معروفة هي ثلاث أنواع إما أولية كما تفضلت الزميلة وزيت الوصل للقطع أو متوسطة أو متطرفة وهي التي تأتي في آخر الكلمة فأما فقط نشير يعني الكلمة عندما نقول الهمزة المتوسطة ليست المقصود فيها في وسط نعم. الكلمة وإنما ما بعد الحرف الأول وقبل الحرف الأولية ومتطرف نعم. ما بينهما
متوسطة. يعني حتى الكلمة إذا عندما يتصل بها ضمير أصبحت الهمزة تعامل معاملة الهمزة المتوسطة حتى لو تمام. كانت متطرفة. تمام. هم بالمكان نعم. بالكتابة نعم. اتصل فيها ضمير أو حرف بخلاف بعض الأمور كالتنوين وغيرها. الآن الهمزة المتطرفة لكتابتها لابد من معرفة حركة الاسم الذي قبلها. فحركتها تمام. هي علامة إعراب لا علاقة نعم. لها. إنما تكتب على ما يناسب حركة الحرف الذي قبلها. فإن سبقت بكسر كتبت على ياء يعني القاعدة العامة. القاعدة العامة. ننظر إلى حركتها وحركة الحركة الذي قبلها المتطرفة. وتكتب حسب أقوى الحركات أو أقوى الحركتين. المتطرفة نتحدث. أنا أقول المتوسطة. تمام. أيه. المتوسطة. يعني دعنا نكون بالمتوسطة. أيه. تمام. نخرج إلى المتطرفة. تمام. إذن إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها. تمام. إيه. وتكتب حسب أقوى الحركات. أقوى الحركات هي الكسرة. الضمه الفتحه وكل واحده كل حركه يقابلها نعم النبر مثلا الكسره والضم الواو والفتحه الالف والسكون على السطر تمام هنا ورد لدي كلمه ففؤاد فؤاد الصبي فؤاد همزه متوسطه كما تفضلت هي جاءت في الحرف الثاني يعني لم تاتي في الوسط لكنه همزه متوسطه فؤاد هنا كذلك مشكله عند الطلاب هو يعني معرفه حركه الكلمه تعتمد على النطق يعني فؤاد كلمه الهمزة مفتوحة وما قبلها ضم والضم أقوى من الفتح يناسبه الكتابة على طبعا. واو فهذا هنا ينال طبعا لابد من تسمية الهمزة نعم. السؤال يقول لعل الكتابة الهمزة على صورتها فلابد من تحديد همزة متوسطة لها نعم. جزء من الدرجة نعم. ثم يقول كتي حركتها الفتح ما قبلها الضم والضم أقوى ويناسبه النبرة نعم تمام ننتقل الآن إلى الهمزة المتطرفة نعم. وهي تأتي في آخر الكلام نعم تمام ولكتابتها ننظر الى حركه ما قبلها فقط بغض نعم. النظر عن حركتها لان يعني كما قلت حركه اعرابيه تختلف باختلاف موضعها في الكلام فعندئذ القاعده تقول تكتب على ياء غير منقوطه اذا سبقت بكسر مثل كلمه شاطئ نعم وتكتب على ضم على واو عفوا ان سبقت بضم مثل تباطؤ تلكؤ نعم. لؤلؤ الهمزه الثانيه نعم. الان تكتب على الالف ألف. ان سبقت بفتح مبدا نبأ نعم. تمام وأخيرا تكتب على السطر إن سبقت بسكون مثل شيء عب نعم بهمزات طبعا سبقت بساكن وكذلك لابد من تحديد نوع الهمزة همزة مطرفة ولا نقول كتبت على ويسأل لما كتبت على صورتها فلا نقول كتبت على ألف أو كتبت على لما كتبت متطرفة سبقت بساكن بضم بفتح نعم. ينال الطالب الدرجة هذا فيما يتعلق بالهمزات المتوسطة ومطرفة وأظن أننا قد أتينا على معظم يعني الأبحاث شكرا لك أستاذ طالب أعود لك آنسة أسماء يعني حابة أن أتحدث عن المحور الاجتماعي قليلا إذا لم يكن لديك بعض المهارات التي تحب أن توضحيها لطلاب كنت أريد أن أطبق إعرابيا ولكن إن أردت أن ننتقل للمحور الاجتماعي كما تشاء يعني ربما نطبق إذا كان يستفاد الطالب من هذه المهارات الإعرابية لا بأس بذلك طبعا استفاد كما قلنا لأنه لا يوجد يعني نحن نستغل الفرصة من أجل التذكير بالقواعد نعم. التي قد أخذت سابقا قومي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والياء ضمير متصل في محل طبعا مبني في محل رفع فاعل طبعا فعل الأمر نذكر الطلبة بأن فعل الأمر مبني دائما يبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة يعني إذا اتصلت به واو الجماعة ألف الاثنين وياء المؤنث المخاطبة مثل قومي اشهدي قفي كذلك يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر نعم. لكن الآن ربما أحدهم يسأل ما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع نعم. اتصلت به أو اتصل به واو الجماعة ألف الاثنين ويا المؤنث المخاطبة واو الجماعة وألف الاثنين بالمخاطب والغائب يعني عندما أقول مثلا يكتب إذا أردت الأفعال الخمسة من كلمة من فعل يكتب يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون تكتبين نعم أصبح العدد خمسة خمسة لأن نعم. الألف والواو بالغائب والمخاطب نعم. ويا المؤنثة المخاطبة فقط في الخطاب يعني نقول يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون تكتبين, تكتبين. طبعا نعم. علامتها علامة إعرابها فرعية حيث أن الفعل يرفع بثبوت النون و
علامة جزمه ونصبه حذف النون. نقول مثلا يكتبوا فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا قلنا لم يكتبوا أو لن يكتبوا إذا سبق بجازم أو ناصب فإن النون تحذف حتما. كذلك لدينا كلمة صاعدا، صاعدا هي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. كي نعلم أو نضيء حول الحال، غالبا الحال تأتي نكرة مشتقة تدل طبعا على هيئة اسم معرفة سابق، وتأتي مفردة وجملة أيضا، تأتي مفردة وتأتي جملة، تأتي جملة اسمية أو فعلية تحتاج إلى رابط، ممكن أن تسبق بالواو الحالية أو الضمير. نعم، الرابط يكون الضمير المستتر أو ضمير منفصل أو الواو أو الضمير والواو. نعم. قوم اشهدي عيني، عيني مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. نحن نعلم أن المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. نلاحظ هنا بعيني النون محذوفة وذلك للإضافة، عندما يضاف المثنى فإنه حتما نونه تحذف. فعيني مضاف إلى عفوا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، والياء الثانية ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ننوه أيضا بأن أي ضمير اتصل بالاسم يكون دائما في محل جر بالإضافة. أيضا لدينا آتن، آتن اسم منقوص. الاسم المنقوص هو كل اسم كانت ياؤه لازمة أو أصلية. هذه الياء تحذف في حالتين، إذا جاء نكرة مرفوعة أو نكرة مجرورة، وتثبت إذا جاء معرفا أو نكرة منصوبة. أعطي مثالا، عندما نقول مثلا جاء قاض، فقاض فعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. أيضا مررت بقاض، أيضا اسم مجرور على مجره الكسرة، هذه ليست كسرة علامة الإعراب وإنما هي للدلالة على أن هناك ياء محذوفة. أما إذا قلت رأيت قاضيا فنرى بأن الياء تثبت لأنها جاءت نكرة منصوبة، أو جاء القاضي معرف بأل أيضا الياء تثبت. نلاحظ هنا آتن أنا، إذا آتن خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نلاحظ هنا قدم الخبر على المبتدأ لدلالة معنوية، عندما يقول آتن أنا فهو يعني مصر على العودة ويقدم بالعودة على أي شيء آخر. أيضا يا أمي، الياء نداء، أمي منادى مضاف منصوب على تصبيه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال محل بحركة مناسبة، والياء ضمير المتصل في محل جر بالإضافة. لدينا أيضا في البيت الأخير يعني حالة خاصة، وهي أن اسم الفاعل عمل فعله، عندما قال الشاعر مباركة دخولي. فمباركة اسم فاعل، دخولي مفعول به لاسم الفاعل. أحيانا المشتق يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا وينصب مفعول به، نعم. ممكن أن يرفع نائب فاعل إن كان اسم مفعول. نعرف بعض الجمل، قومي ابتدائية لا محل لها من الإعراب. لدينا أيضا رئتي تمج، جملة تمج في محل رفع خبر للمبتدأ رئتي. أيضا في البيت السابع آتن أنا، آتن يضيء حنين أعوام سبيلي، يضيء في محل نصب حال. أيضا في البيت الثامن لدي لأحصد حنطتي، لأحصد سأعربها إعرابا لأن هذه القاعدة تكررت كثيرا في القصائد. لأحصد اللام لام التعليل، وأحصد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل. إذا أي فعل مضارع سبق بلام التعليل فهو ينصب بأن المضمرة، المضمرة يعني ليس الظاهرة. وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة على آخره. هذا كإعراب مفردات، أما كإعراب جمل فأعربه صلة الموصول الحرفي لا محل له من الإعراب. شكرا لك يا أستاذة أسماء.
أستاذ طالب بما تبقى من الوقت، بعض الملاحظات حول كتابة التعبير لطلاب المهني، ربما نفرد له يعني ندوة كاملة في المستقبل، ولكن الآن يعني نعطي بعض الخطوط العريضة لكتابة الموضوع. نعم. تفضل. التعبير في بالنسبة للمهني نوعان، لديهم نعم. تعبير وظيفي وقد وضعوا لهم التقرير والمحضر وطلب رسالة الطلب، وهناك تعبير إبداعي مقالة. نعم. هذا التعبير الإبداعي يعني أتابه من خارج كتاب غالبا. نعم. ومهارات الطالب السابقة ربما يكون عن ما يتعلق اختصاصهم عن العمل نعم. المهني أو التعليم المهني وغير ذلك. والتعبير الوظيفي كما قلت التقرير والمحضر والطلب. الآن لكل من يعني سأضيء على التعبير الوظيفي بداية. التعبير الوظيفي يقسم إلى قسمين، طبعا موضوع بالنسبة للتعبير موضوع اختياري، يطلب الكتابة في أحد الموضوعين. سأضيء فقط على التعبير الوظيفي وهو أولا كتابة التقرير، وقد يطلب يكلف أحد ما بكتابة التقرير حول يعني ندوة معينة، مؤتمر، معرض إلى آخره، أو يعني إعداد يعني شيء ما. تقرير مثلا عن مشغل أو عن معمل أو ممكن عن معرض حاسوب عن غير ذلك. نعم. فهذا التقرير يكلف به أحد الأشخاص من يعني جهة أعلى منه. نعم. من جهة مسؤولة، فيقوم ب يعني توجيه هذا التقرير إلى الجهة التي كلفته. نعم. فيقول بناء على كتابكم المسطر ورقم وتاريخ. نعم. إلى آخره، ثم يقوم بإعداد تقرير يكتب فيه كل ما شاهد من حيثيات ومشاهدات في هذا المعرض، المعمل، المنشأة إلى آخره، ويضيف ما يذكر فيما فيه من إيجابيات وسلبيات في المشاهدات. ثم في القسم الثاني يقترح الحلول، يضع حلول لبعض هذه السلبيات التي يعني واجهته، ثم يختتم التقرير بالزمان والمكان ومعد التقرير ويوقع. لذا له جملة من العناصر كما تحدثنا. لدينا المحضر كذلك من التعبير الوظيفي، والمحضر طلب في الأعوام الأخيرة من حتى في الثالث ثانوي في دورات السابقة. تمام. نعم. تمام. المحضر هو عبارة عن تلخيص لما يجري في اجتماع ما، هو محضر اجتماع، كذلك له مجموعة من الخطوات. طبعا الاجتماع له يعني مدير الجلسة وأمين السر وغيرها، يقوم أمين السر بتدوين يعني هذه النقاط. أولا في تحديد الزمان والمكان، يعني عقد الاجتماع في الساعة الفلانية في قاعة في مدرج إلى آخره. ثم في النقطة الثانية تسجيل أسماء الحضور والغياب، وإن كان بعضهم غاب في بعذر أو بغير عذر أو مكلف بهمة ما. ثم قراءة الاجتماع السابق، يعني يذكر الحاضرين بما تم الاتفاق عليه في المحضر السابق. ثم النقطة وهي نقاط يعني تتكرر في كل الموضوعات. الآن صلب الموضوع هو النقطة الرابعة، وهو طرح جدول أعمال هذا المحضر الذي دعي الحاضرون لمناقشة قضية ما. الآن يتم من قبل رئيس الجلسة طرح القضية التي يعني يرغبون بمناقشتها، وتؤخذ الآراء حولها بين مؤيد ومعارض وغير ذلك، وتطرح إمكانات تنفيذها. ثم في النهاية يعني يطلب رئيس الجلسة أو المحضر أو الاجتماع يعني الموافق توقيع يعني إذانا بالموافقة على ما تم عليه المقترحات، ويطلب مثلا تنفيذ المقترح الأول أو الثاني وأجل الثالث وهكذا، وأخيرا يوقع الحاضرون ويوقع رئيس الجلسة اختتاما لهذه الجلسة. إذن هي تلخيص لكل ما يجري في الاجتماع مهما كان وسطا. نعم أستاذ طالب، يعني نحن نعد طلابنا، سنفرد لهم حلقة قادمة إن شاء الله، يعني نتحدث عن التعبير بأنواعه بتفصيل أكثر. عودة لك أنسة أسماء، يعني بدأنا من عندك وأيضا نختم عندك، يعني ماذا ستقولين عن التعبير؟ أيضا بالنسبة للبكالوريا التجاري أو الثانوي التجاري، أيضا موضوع التقرير هو موضوع هام. نعم. جدا، وكما تفضل زميلي بأن التقرير عبارة عن معلومات تقدم إلى جهة رسمية بناء على طلبها. لابد أن نقول بأن موضوع التعبير هو موضوع وظيفي، الابتعاد تماما عن المشاعر والصور والتشابيه. نعم. يجب أن تكون لغة الموضوع بسيطة واضحة، لأن الهدف وظيفي بحت. أيضا هناك مقدمة ثابتة، لأن يجب أن نخاطب الجهة المكلفة لنا وموضوع التكليف والهدف منه. بعد ذلك ننتقل إلى وصف الواقع، إن كان هناك مشكلة فيجب الإضاءة على أسباب هذه المشكلة، من أجل بعد ذلك ذكر الحلول والاقتراحات. لابد من أن تكون الاقتراحات مقنعة وليست فقط. نعم. يعني يجب أن تكون مقنعة ويجب أن تكون منطقية
الموسيقية. إضافة إلى الخاتمة التي طبعا أيضا ثابتة بأن توجه بالشكر للجهة المكلفة. أيضا يجب أن ينتبه الطالب أنه يجب أن يقدم في أو يكتب في يعني آخر التقرير اسم مقدم التقرير والتوقيع والتاريخ. التاريخ مهم جدا في المقدمة وأيضا في نهاية الموضوع. هذا بالنسبة للتقرير. بالإضافة إلى أيضا ما ذكره زميلي من أنه يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي أيضا بالنسبة للعناصر والأفكار. الابتعاد عن الحشو، الابتعاد أيضا عن الأخطاء أو تلافي الأخطاء الإبداعية والنحوية، لأن يعني ممكن أن تذهب درجات أو يعني تحذف درجات لكل خطأ إبداعي ونحوي، والانتباه إلى المنهج العقلي واللفظي. دهمنا الوقت، وإن شاء الله في ندوة لاحقة إن شاء الله سنتحدث بالتفصيل عن هذه الأمور. في نهاية الندوة الحوارية لا يسعني إلا أن أشكر زميلي الأنسة أسماء العدوي المدرسة في تربية دمشق، والأستاذ طالب الطالب المدرس أيضا في ثانويات دمشق. على أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة، مع الشكر إلى جميع العاملين في التربوية الفضائية. على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.